يبدأ غدا الأربعاء الافتتاح التجريبي الجزئي لمشروع المتحف المصري الكبير. ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية والمميزة والفريدة. وتمت مراعاة التصميم من ناحية الإضاءة وفترين العرض الخاصة بالقطع الأثرية، إلى جانب الخدمات التي يتم تقديمها للسائحين والزائرين، بالإضافة إلى مراعاة كافة التفاصيل التي تتعلق بجميع النواحي الإنشائية. القاعات موجودة فيها الأثار طبقا لسيناريو العرض المتحفي المميز جدا اللي بيتكلم عن المجتمع في عصور ما قبل التاريخ إلى أن تطور إلى العصر اليوناني الروماني، وبيتكلم عن الملكية أيضا، ثم بيتكلم عن المجتمع. القاعات مزودة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة، من شاشات عرض تفاعلية، من بطاقات شرح، من جرافيك، من فترين ذات تحكم بيئي في الحرارة، في الرطوبة، في الإضاءة. كل قاعات المتحف مجهزة، كل الأعمال في المتحف انتهت بنسبة 100%. لما احنا بنتكلم وقلنا ثلاث موضوعات عرض رئيسية، الموضوعات العرض الرئيسية دي بينزل تحتها موضوعات كتير وقصص كتير. الموضوعات دي بالإضافة للأثر كان في وسائل مساعدة تانية في إبراز قيمة وجمال الأثر نفسه. يعني الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي احنا استخدمناها في قاعات العرض الرئيسية كان الفكر والأساس منها إبراز قيمة وجمال الأثر نفسه. فلا بنتكلم عن التكنولوجي استخدمناها من أول بداية فكرة الديزايننج للسيناريو نفسه، يعني فكرة استخدام الأب تو ديت تكنولوجي، سواء كان في السكتشز اللي كنا بنعملها، سواء كان في الشو كيسز أو الفترين اللي احنا اخترناها، وإزاي تكون حديثة بتحافظ على الأثر، ما فيش تسريب هواء، يكون فيها مايكرو كلايمت كنترول سيستم أو نظام تحكم بيئي بيتحكم في درجة الحرارة والرطوبة. دي أحدث ما توصلت إليه المتاحف أو صناعة الفترين الخاصة بمتاحف العرض في كل المتاحف، في متاحف عرض القطع الأثرية في كافة المتاحف.